96 دوماج ما لحقتش عليه، مي كومام اسم معروف ومتشرفين بوجودك معنا. الله يسلمك بارك الله. رايح احكي لنا شويه على الياسمان بدون شك. اسعد الله. كان واحد النقطه اسمه لاعب اتحاد العاصمه وشباب شباب القبائل. نعم شكرا هكذا حتى نوضحوا اصحاب الياسمان اصحاب الشباب شباب القبائل. اوضح صوره سيد فضيل جبار انه لاعب سابق ايضا في فريق شبيبه القبائل، وما يكون الحديث عن هذا الفريق خاصة في ظل الصراع الكبير بين هذان الفريقان حول لقب البطولة. وعن اتحاد العاصمة يتحدث الزميل شارع بيبدي في هذا التقرير. بالأحمر والأسود عاش نادي اتحاد الجزائر موسمه، أيام حمراء وصل فيها البارومتر داخل بيت الاتحاد درجاته القصوى، أسابيع سوداء أدارت فيها النتائج ظهرها لفريق سوستارا. وبين اللونين يحضر أبناء البهجة لليلة بيضاء. ثلاث نقاط تفصل اتحاد الجزائر عن ثامن ألقاب المحترف الأول، تتويج يمر عبر الفوز على الضيف مولودية وهران الباحث عن ضمان بقائه. لاعبو وجماهير النادي العاصمي يرفضون تأجيل الفرحة أو إبقائها معلقة بين ملعبي عمر حمادي أو الشهيد حملاوي في تنقلهم الأخير إلى قسنطينة. تحديد مصير نهاية الموسم ليس مسألة صدفة، إنه اختيار، أنه ليس شيئا يجب انتظاره في الأخير، وإنما يجب هندسته منذ بداية المشوار. نعم لابد أن تهندس لشيء حتى تحقق الثمرة في نهاية المطاف. نبدأ بفريق اتحاد العاصمة الذي لبس ثوب البطل قبل جولتين عن الختام، ومباراة قوية تنتظره أمام مولودية وهران. نبدأ معك سيد فضيل جبار، فريق اتحاد العاصمة أمام حتمية الفوز حتى يحتفل بلقب البطولة دون الانتظار اللقاء الأخير أمام شباب قسنطينة. على كل حال اتحاد العاصمة يعني كيش يقولوا الديستان تاعو بين يديه، لازم له ثلاث نقاط ويفوز بالبطولة. دونك يوم الاحسن من الاحسن الجمهور تاعو يحتفل مع الجمهور تاعو يعني مع مولودية وهران، ولكن مولودية وهران راهو في وضعية صعبة بزاف. هو تانيك لازم له فوز يعني باش يقدر يسلك، خاطر عنده 32 نقطة ويعني لازم له يربح مع اتحاد العاصمة باش يكون 35 ومازال لازم يربح يعني المقابلة الأخرى، يعني لهذا تكون يعني مقابلة صعبة بزاف للفريقين. فريق اتحاد العاصمة سيد عبد النور راح يدخل بضغط كبير في هذه هي المواجهة، ضغط النتيجة، هل تشوف لهذا الضغط ممكن أن يعود بالسلب على فريق اتحاد العاصمة؟ شوف هي مباراة بالنسبة لي نهائي نهائي، لكن الخصم هو اللي أعطى نكهة لهذه المباراة. لو مولودية وهران كان في ترتيب أحسن ربما ضغط المباراة ما يحش يكون لونجو الرهان ما يكونش كبير لهذه الدرجة. لهذا نظن ربما كلا الطاقمين الفنيين للناديين اتحاد الجزائر ومولودية وهران عندهم عمل كبير من الناحية النفسية، ولي صدف أن هذه المباراة حتجي في وقت في شهر رمضان وين اللاعبين من ناحية البدنية ما حش يكونوا في أحسن أحوالهم. أنا تابعت المباراة الماضية بين اتحاد الجزائر وأولمبي المدية، شفت باللي الاتحاد كانوا أحسن خاصة الشوط الثاني من ناحية البدني من على فريشر فيزيك، لكن ما ننساوش تلعب مباريات في شهر رمضان وقصير خاصة واللاعبين ما الاسترجاع تكون سريع يكون شوية ما يكونش إيفيكاس. معناتها عبد النور كما اليوم اسمح لي فريق مولودية وهران تنقل اليوم إلى العاصمة وتدرب يعني في السهرة بملعب الزيوي، هنا عمل الإرهاق عمل الاسترجاع. هي شوف مباراة مثل هذه الطاقم الفني لازم يأخذ كل حساباته، تنقل المدة توقيت الفطور توقيت السحور وقت التدريب اللاعبين أكثر جاهزية، لهذا نظن لاعبين كلا الفريقين راح يدخلوا تحت ضغط كبير. لكن الفريق اللي يكون ربما يسجل الهدف الأول وربما تسهل له مهمة مباراة مثل هذه حتكون مشحونة. احنا نتمنى يكون المباراة جزء في روح رياضية عالية والتحكيم يكون في المساواة، لو التحكيم يكون في مستوى نضم ويروح بها إلى بر الأمان هنا ما يكونش
ما تكونش الضغط ينقص نوعا ما، لكن لو التحكيم ما يسيرش رهان المباراة هنا ربما المباراة تكون الضغط تاعها يكون أكثر سلبي. لهذا نتمنى أن التحكيم يساير مجات المباراة وما تكونش أخطاء، والحكم لازم يكون مركز من الدقيقة الأولى الدقيقة الأخرى. هذا هو شيء باش ما يدو حق مولود طهران وما يدوش حق اتحاد الجزائر. رفيق وحيد كنت راح نروح لك المولود طهران من جهة واحدة أخرى، لكن حامد سيراح جبدنا على التحكيم عوينة لإدارة هذه المواجهة، عوينة اللي كان تحت ضغط كبير، يعني بما أنه كان أدار مباراة جمعية شلف ووداد تلمسان واللي عرفنا فيها وش عرفنا والأحداث اللي خلت هذا اللقاء هذا يعني ينتهي يصفر يعني قبل نهايته، هنشوفش باللي ضغط كبير راح يكون على هذا الحكم كما قالك شيخ النور راهو تحت ضغط كبير. أنا أشوف تعيين عوينة خطأ كبير من طرف يعني لجنة التحكيم، لانه هذا الحكم اللي كان عنده شارة دوليه ويعني وتم تجريده منها في هذا العام ارتكب خطا كبير في مباراه اولمبي شلف وويدة تلمسان. يبين الحكم انه ما قدرش يتحكم في مجريات المباراه في الوقت بدل الضائع. كبير عليه الماتش هذا رفيق ولا لا؟ مش كبير عليه، لا، لانه كان حكم دولي قادر يتحكم، ولكن الخطا الجسيم اللي ارتكبه في المباراه الاخيره اللي كانت عندها فاصله كبير فاصله حاسمه بين الوداد واولمبي شلف، وين اعلن نهايه المباراه وكان اجتياح لارضيه الميدان، وين اعلن نهايه المباراه والوقت بدل ضائع بقى منه دقيقه واحده، كيقولوا دقيقه واحده كوم سي اون جو لا 89 مينوت دو جو، وقوانين الفيفا واضحه، المباراه التي يتم انهاؤها قبل وقتها القانوني يعني 90 دقيقه لعب المباراه تعاد. المفروض الحكم عوينا في المباراه الاخيره جوبونس تجاوزته الاحداث، وكنا نشوفه في يعني الصوره التلفزيونية انه يقول يعني البونتوش تاع اولمبي شلف ما تحتفلوش مازال ما خلص المباراه، كي دار صاب الاجتياح على نهايه المباراه ولا بوما لا فالسي في لا في دو ماتش، كنا نشوفه وقال انتهت المباراه في وقتها القانوني وما انتهتش المباراه في وقت القانوني، لانه اصلا الاجتياح كان فوق ارضيه الميدان. في هذا الجانب كنت ننتظر انه عوينا يتم معاقبته حتى نهايه الموسم لانه ارتكب خطا كبير، فاذا به يتم تعيينه في مباراه حاسمه اخرى. اعتقد انه كان هناك عده اسماء قادره من الحكام قادره انها تدير المباراه، على سبيل المثال بن براهم كان قادر، بوخالفه من الوهران ما عندوش يعني بوخالفه نقدر نقول لك وهران من وهران نعم، ولكن بن براهم يقدر يدير المباراه هذه يعني لازم حكم من الشرق لانه نادي من 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 الوسط و نادي من نادي من الغرب، وهذا الشيء اللي انا ما نحبوش في 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 التحكيم الجزائري تاع الجهويه، حكم من الغرب حكم من الشرق حكم من الوسط حكم من الجنوب. الان يا حكم يكون محترف حتى يحكم ما بين اخوه ولازم يخرج مباراه الى برا الامان ايفيتي لو ريسك، هما كانوا ما نقولش الشرق والغرب والوسط على الاقل ماشي من هذيك المدينه، ماشي يقدر يكون سيبورتي تاع ليكيب نشفى على ايبوك اون فوا كي كان خليل حموم. اسكو كان قمه الاحتراف او خطا؟ تم تعيين بكواسه اللي هو مليفي يعني قلب موساندي في مباراه الموب نهار 99 فنورمال نعم مقبل ما كانتش هذه تاع الشرق والغرب يعني كان زمان يعني في الثمانينات كان حنصل محمد حنصل يديروا كان ليس مالمسيو مولود لامسيو تصيب حنصل يمكن كونتستاسيون كثيره كان عنده هو اللي كان احتجاجات. احنا نشوفوا شو الواقع تاع الكره الجزائريه هو اللي عنده احتجاجات، هذا الحكم دارني هذا الحكم خسرت معاه ركيزي هذا الاربيت باش نيفيتيو نحطوا واحد يبان على الاقل محايد من حيث المنطقه ومن حيث عدد المباريات اللي اضرها لهذا الفريق او ذاك. نهائي يعني في 81 نهائي اتحاد العاصمه مع جمعيه وهران شكون هو الحكم؟ لاكارن بالعيد لاكارن نعم من بلعباس نبقى معك فضيل يعني شوف يعني هاكي حميسي كي رفيق واحد حطوا هذه المباراة في ضغط كبير يعني على اللاعبين كما تحدث عبد النور حميسي وأيضا عن التحكيم اللي راح يكون له ضغط في هذه المواجهة يعني الضغط على اللاعبين وعن التحكيم في هذا اللقاء يعني نهائي يعني هو نهائي يعني الحاكم لازم يكون عنده شخصية يعني شخصية باش يحكم في المقابلة يعني لا يقدر يتحكم في المقابلة يعني لازم تاني كل اللاعبين يعاونوه ماشي تاع لي كل يعني اللاعبين راحين يكونوا تحت ضغط النتيجه نعم هذه لا يعاونوا يعني بالكومبورتي ما يعاونوش اليوم شوف الشيخ انا تعرف الواقع تاع كره القدم الجزائريه لي كارتون باسكو واشك دوموندي هذا هو سي لي ديال يعني ولكن الواقع تاعنا ما راهوش هكذا راهو واحد يلعب على الطيحه واحد يلعب على التيتر نقولوا الشخصيه تاع الحاكم دوكا الشخصيه تاع الحاكم تولي الشخصيه علاش لو شو تاع الاربيت كان اللي تي امبورطون انا خايف هذا الماتش ما يوصلش لنهايته ولا يوقع فيه احتجاجات ولا يروح لا كوميسيون دو ديسيبلين ولا يمكن هو
يعني إعادة المباراة كسر فيه مشاكل. أنا راه فاصل أنا نقول باللي عوينا راهو في لاكارير تاعو اللي يونجو معناتها مصير لاكارير تاعو لو يخطف في هذه المباراة نظلم لا حيوقف في التصفير لأن مباراة حساسة وفريق راح يلعب على البقاء وفريق يدي على اللقب. إذن حنا كيما تقريبا رانا متابعين كرة قدم جزائرية رانا متخوفين لكن ربما الحاكم هذا يخرج مباراة بر الأمان. حنا نعيب أن كي يكونوا دي زونتيسيدون لازم ناخذوا دي دروس أو تكلم عليها كي يكون واحد انا بالنسبه كمدرب لو لاعب تاعي فنيا ما يابليكي ليش ما يطبق ليش المباراة الاولى الثانيه نحطه في الاحتياط شيء عادي. لهذا نفس الشيء بالنسبه للتحكيم لو حكم يحكم مباريات وما يكونش في المستوى والتنقيط تاعو تاع لي فالياتور ما يكونش 8 فوق المعدل احنا ما لازمش نعطولو مباراة صعبة. والشيخ مش لحقنا العوينة يعني قلت لك الواقع تاع كرة القدم الجزائري وين لحقنا جو بارطاج لا في شو تيرمون داكور انه الحكم يكون لازم بو امبورت منين يجي ولكن اليوم احنا كنا نقولوا واحد من الوهران ما يقدرش يربيتي واحد من الاجي ما يقدرش يربيتي يسمى لمسيو ما لحقناش ما توقفناش عند هذه الوضعية الحساب تاع لي زاربيت بن براهم ولا ميل مبجايه يقول لك ما نديروش لانه الموب دو بي جاي يلعب على الهبطه اون سي جامي فوسي لا دو ريزولتا او فافور دو 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 موب هذه حسابات وحده اخرى رفيق بيان سور هذه من الحسابات لا ميديرو سي مالوري سي كوم سا اي ترى بادشي تسمى بار ديفو دو يتخير في لي زاربيت بار ديفو هاو الواقع تاع الكره القدم الجزائريه سي بور سا قلت لك اليوم دهنيه تبدلوا هذه دهنيه ما راهمش يعني في نعم فيما يخص الباركور تاع فريق اتحاد العاصمه فضيل كيفاش تشوف فيه يعني الباركور تاع اتحاد العاصمة يعني كان مليح ومن بعد فترة فراغ ومن بعد مشاكل ومن بعد فراغ إداري كان ريجولي يعني كان في 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 فترة الذهب يعني كان فريق وفريق عنده إمكانيات على لاعبين وعنده لاعبين يعني مشيقة اللي عنده 14 ولا 15 وعنده 21 ولا 23 لاعب اللي يقدر يتكلم عليهم لو كان يتوج يعني يستحق هذا التتويج ولا بود يعني كل فريق اللي يخرج الاول يعني دونك يستاهل يخرج اونفان يستاهل هذا التويج ولكن لافاز روتور تاع اللي اسمها كانت شويه هما استفادوا انه حتى الملاحقين ما داروش نتائج لافاز روتور سينو يعني بالمشاكل تاع اتحاد الجزائر لوكا شافاي على المستوى الاداري ما كانش رئيس نادي كل المشاكل اللي صارت واللي اسمها قعدت يعني في المركز الاول هذه النقطه الايجابيه لاتحاد الجزائر يعني في تور اون بليس كان ان بروبليم دو جيستيون دو جروب تانيك يعني كان حتى المدرب ما تحكمش يعني في المجموعه كي نشوفوا المشاكل تاع شافاي وشوفوا دونك نولو تانيك وكيما يكونش يعني لا جيستيون تاع الجروب ما تكونش يكونوا قادرين يكونوا مشاكل لو كا دو شافعي سيتي با ان كال دو جيستيون دو لونترينور سيتي ان كا بيرمون فينونسي يسال اموال طالب بها في وقت حساس الفريق كان محتاج الى خدماته لهذا لان انا كبير كمدرب اللي نكون كل التقدير ما نظنش باللي في الفتره تاعو اللي ظهر لا 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 اللي كان من قبل اللي كان من قبل المدرب فروجي هو ما عرفش يسير المجموعه ديالو لكن لكن شاف رفض اللعب في وقت كبير وليس في وقت باش الجمهور نوروا كان عنده مشاكل احسن ما فعلت الاداره يعني الابقاء على عز الدين رحيم وكبير في فريق اتحاد العاصمه في هذه الفتره مباراه الاخيره رغم انه ما كانش نتائج كبيره ما كانش نتائج بصح هما دوك هما اللي راهم يشوفوا دوك يعني الوضعيه تاع الفريق وكيفاش تخمام دوك ما نقدروش ندخلوا في وسطهم كيفاش راح انهم يخموا واللي يقدروا يجيبوا مدرب ولا ما يقدروش بالكم شايفين في كبير بلي يقدر هو المسؤوليه مع عز الدين رحيم دوك الان دوك الا داو يعني البطوله واحد ما راح يقول ما تنساش انه سمح لي برك سقف طموح اتحاد الجزائر كان كبير في بدايه الموسم واش كان خسر يلعبوا على اربع جبهات وعدهم بكاس افريقيا للانديه فاذا باتحاد الجزائر اليوم بقى له هدف واحد وهو البطوله يعني الفوز بالبطوله في الوضعيه الاستثنائيه اللي يعيشها اتحاد الجزائر حيكون مكسب ومكسب كبير للفريق لذلك من المفروض انهم قبل جوالات ما يجيبوش اونطرينور جديد حيكون عنده تاثير سلبي خلاو لو ستاف اون بلاص يكملوا لا سيزون قدو ماتش جو بونس الى داو لو تيتل ميريتي ولا حتى لو ستاف تكنيك عبد النور حميسي ثلاث نقاط تفصيل ايضا شباب القبائل انا ان فريق اتحاد العاصمه تنقل الى العاصمه لمواجهه نصر حسين داي هل ايضا فريق شباب قسنطينه شباب القبائل يدخل هذه المواجهه بضغط
شوف انا قبل ما نتكلم مع شباب القبائل نثمن عوده شباب القبائل وبارادو وبعض النوادي اللي اعطات نكهه للبطوله هذا الموسم حتى الجوله الاخيره باش نعرفوا البطل. لهذا نقدر نقول لو اتحاد الجزائر غدوه يفوز بمباراه يتوج نقول باللي دار ان باركور دو شامبيون. لماذا؟ لان كانت منافسه شديده من شباب القبائل ونادي بارادو. معناتها ماشي كيما العوام فاتوا نشوفوا ديكالاج تاع 5-6 نقاط والفريق ولو انه خساره اتحاد بارادو امام اتحاد بالعباس بلا ما شكك فيه قدرات اتحاد بالعباس مشكوك فيها يعني. شوف انا اضحك لعبد النور حميدي لانه كانت صريحه فورس ربحت كل النوادي تقريبا اداء ونتيجه وراك ادو دوا باش تكمل البطوله يعني تهدد الرائد اتحاد الجزائر ربما تتوج باللقب ولا تضمن مشاركه في رابط الابطال تخسر بهذا الطريقه. علاش لحقنا المستوى نتكلموا بهذا الشيء؟ لماذا؟ نقول لك علاش. حنا دركا كي شفنا برشلونة انهزمت في الريمونتادا تاع ليفربول جاتنا شفنا المباراه المباشره. انا كنت نتمنى مباراه مثل هذه تكون متلفزه. المباريات الاخيره لحقنا جوله وين ربما 10 مباريات تلفزت وين ما كانش الرهان كبير، لكن كي لحقت الجولات الاخيره كان رهان كبير، كان ما كانش احترافيه من بعض النوادي ورؤساء بعض النوادي وين ما يسهلوش. حتى صريحة تاع اكلي اضرار قال انه كان يعني لعباله بلي الماتش راح يتربح بالعباس. لا كلامه باللي اللي جوار فلوتا اللي ضحكوا هذا من ناحيه التحضير النفسي ما يقدرش رئيس يتكلم في مكان كمدرب لان ربما كل واحد عنده طريقه التحضير تاع قبل المباراه. انا مش راح نتكلم لماذا الجولات الاخيره لم تتنفس. احنا راح نقصوا يعني ما يعني من القدره تاع بالعباس على الركوب. ايه لا 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 ما نقص القدره تاع واحد. شوف اتحاد بالعباس راه يقدم كره قدم يعني لاباس بها رغم المشاكل. رفيق وحيد مشاكل اداريه اتحاد بالعباس سي فري الموسم اللي اداوه راهم يلعبوه على ضمان البقاء صافي دير ماهوش باركور تاع بطل. ماليش نشك في هذه، ولكن لو اليوم راهنا قبل المباراه على انه اتحاد بالعباس يفوز ماش كيش تصيب واحد ميزا با لي سيبورتي تاع اتحاد بالعباس. يعني نقول بكل روح رياضيه ما يقدروا يجوا يربحوا وي لا سيربريز تيكزيستي في الفوتبول، ولكن انا عندي قناعه بلي ان هذه المباراه مشكوك فيها كيما اليوم ما رايحين نعيم لي بارادو افيك لي اوفانتيا على حسب معلوم لي اوفانتيا باش ما يديروش ما يعرضوش لي جوار تاعهم يقولوا للخطر. هذا الطرح تاعهم. المباراه الاخيره روح لك رفيق روح لك المباراه الاخيره خليني نكمل لك. بعد دفاع تاجناد بارادو ريسيف تاجناد تسمى كان عندهم الموب يلعبوا على الهبطه عندهم بالعباس وعيد مليله وتاجناد. روح شوف لي ريجيتا انا بور ما عندي قناعة avant je croyais que les parado هاد ليكيب حابه تلعب لا بريمير فلا البطوله تشامبيونز ليغ كلاسيك دوزيام تروازيام والاكاديمي مي اون فالور لو بروجي ولو ترافاي د لاكاديمي باش يقدر ربما يسوق المنتوج تاعو. هذا كنت نقتنع، ولكن مع الخساره هذه تراجع حساباتك وتقول لماذا خسر نادي بارادو؟ هل هو لا يريد مشاكل في المنافسه القاريه؟ يمكن لان المنافسه القاريه فيها اموال طائله يعني تصرفها والعائد سو بلون ايكونوميك ما كاش، ونادي بارادو بالاكاديمي تاع خير الدين صدقي في النهايه هل يمكن القول انه ليس بحاجه لهذا التسويق الافريقي للاعبين لانه الاكاديميه بانت على الصعيد المحلي الاوروبي من خلال عطال بن سبعيني وعطال يعني ديماج دو مارك تاع بارادو في عطال اللي ولا مطلوب في عده نوادي. هو ليس بحاجه اليوم انه يخسر اموال باش يلعب لاكوب دافريك دي كلوب. من هذا الباب ربما نقول انه تنازل اونتر جيمي على نقاط المباراه امام الاتحاد بالعباس حتى يتفاجأ. انا رايي الهدف تاع المشاركه يعني في المنافسه الافريقيه ايضا لاعطاء احسن صوره عن الكره الجزائريه رفيق. انا صعب شوف باش نتكلموا ونجزموا باللي اتحاد بالعباس من ميريت با لا فيكتوار. انا نقول لك ربما اون ايكيب بات بليسي اللي تلعب لا سيرفي تاعها ضد نادي اللي يلعب كره وما عندوش جمهور. صح. لو اتحاد بالعباس لعب ضد نادي عنده جماهير وكان ضغط، شوف لاعبين تاع بارادو ما يلعبوش افيك امبريسيون. مانيش نتكلم على انا تكلمت مع مدرب حضر المباراه. خليني واحد حنا ما نتكلم انت عندك قراءه نادي بارادو كل نصحح لك معلومه برك. نادي بارادو تكلم عليه يلعب مع هل ما نهزمش نادي بارادو في ملعب بولوغين في مباريات سابقه؟ اعطيني وقتاش نهزم مباراه. اعطيني هذا الموسم وقتاش نهزم ضد اتحاد الجزائر في بولوغين نهزم مباريات دار تعادلات. هو الملعب تاع ديسما تاع ديسما صح بالضبط مع جياسكا لاري لامانيا يربح
بارادو مع لمسيو في وهران لاري لا مانيير مع المولوديه خسروا، ولكن كان الدوميناسيون تاع بارادو. بارادو اللي تكلم عليها ماشي البارح برك اللي ما كاينش عندهم جمهور، صافي دي زاني بارادو مع الجمهور. لا لا صافي دي زاني بارادو احساسها. شوف شيخ، شوف شيخ، نقول لك حاجه، انا متاكد ماشي متاكد شكوك شك، انا عندي شك، مانيش شكك في قدرات بن عباس ليكيب لي انا تاسفت انه اللي دات كوب دالجيري تلعب على عندهم ولاو اون فورس، ولكن كي نولي لقضيه فضيحه المراهنات تاع المباراه الدفاع تاع جنات رفيق باش نصحح برك، يقول لك نادي بارادو ربح مع الياسما في الروتور 2-1 في بولو فلاني خسر فلاني 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 المراهنات تاع طرواد اللعب اللي فات كي خسر تاع جنات وسطيف واحد شي ما تكلم عادي يخسر طرواد يا في بوكو دبي. بصح اليوم كي جات الفضيحه من فرنسا اللي فيها مراهنات وكاين شبكه في الجزائر، يمكن انهم يرتبوا مباراه جوست بور لانتيري اس تربح اموال ولا تي في تي جوست بار لو سكور 3-2 نولي نشك في اي مباراه، وعلى بالك بالمباريات الجزائر في الجزائر مرتبه. ونقول لك اليوم نعطيك بيجي في الخفاء لي ماتش تاع لا 27 28 29 30 جورني ام يتلعبوا برا الصاد. الاتصالات بالنوادي، اسمع حبس هذه ليكيب اعطيني الماتش هذا الفلاني يرحم بابك ما طيحنيش عندك هذا وش يصرف اليوم لي ماتش يتحدوا على حساب الكواليس في الجزء الثاني. رفيق وحيد، بما انه سنتحدث عن الكولسا في آخر المواجهة شبيبة القبائل فضيل التي أيضا تصارع من أو تصارع أيضا من أجل اللقب وتضغط على فريق اتحاد العاصمة تعول على نتيجة إيجابية أمام نصر حسين دحين. يعني شبيبة القبائل يعني تلعب، أنا في على حسب ما نشوف يعني تلعب بلا ضغط شبيبة القبائل، يعني أو كونترير حتلعب يدوك شبيبة القبائل. شوفوا شامبيونة تاعها كي ربحت الياسما هذه هي الشامبيونة تاعها. لا 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 ديجا دارت يعني دارت موسم يعني هائل يعني دارت موسم ممتاز يعني، ولكن دوكم على بالهم باللي اتحاد العاصمه يدار بحيث راهي باطل يعني باطل تاع هما راحين يلعبوا باش يفوزوا مع دوك الى يستناو يعني يعني الفوبا تاع تاع بارادو راح بارادو راح الفوبا تاع يسمو تاع يسمو يسمو فوبا تاع تاع يسمو. نقول لك حاجه شيخ، اسمح لي اسمح لي خاطر بارادو تقول انت ديجا الدعوه راهي رايحين يخسروا هما مخلعين باش يخسروا دوك بارادو نديروهم تكوتي دوك قعدت باللي يسمو وجياسكا يسمو نعطيك معلومه خسروا 2-1 في تيزي وزو ولكن كسبوا نقطه واحده. كيفاش كسبوا فارق النقاط؟ فارق النقاط فارق النقاط باسكو خسروا 2-1 في لالي داروا 1-0 حتى يعني يكون متساوي الماده 80 ريغلمون شامبيون بروفيسيونيل داش يبدا يحسب النقاط بيني وبينك جول افيرج بارتيكولي 3 بوان 3 بوان، ومن بعد فارق الاهداف بيني وبينك فارق الاهداف 2-2 لا لا اصلا فارق الاهداف يعني ما يحسبوش بيتا ليكستيريور ما يحسبوش لا لا ما يحسبوش ما يحسبوش ومن بعد يروحوا لالي 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 ليش ما خير سي بو سا تيزون لو كان خسروا 3-1 يولي هذاك النتيجه عندها وزن تولي اكزيكوت ولي لا جياسكا يعني الخساره تاع اليسما خرجوا بينيفيك على اقل كوم سي يربحوا نقطه لانه الكولافيراج في صالح اليسما سي بو سات ريزون اليوم انك تربح ولهذا جياسكا يعني ما عندهمش ضغط يروحوا يلعبوا بارتياح يعني قادرين يعني يربحوا يعني حتى يخسروا جياسكا اليوم في 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 مع نصر حسين داي وعندك بارادو ما يشكل اون مينا سوف سيربريز يربحوا فيه يعني ميلا سي ماتش اوريس يعني حتى ولو يخسروا كان يخسروا بارادو تخسر لا جياسكا لو داني ماتش جياسكا تنسى في كابا كاب دو بورج بايرج تربح تلعب لا تشامبيونز كيش بدنا جياسكا نروحوا نسمعوا علي فرقاني المدرب السابق ولاعب سابق لفريق شبيبة القبائل الذي تحدث عن الشبيبة. لا جياسكا في اون سيزون اون بون سيزون لا سي اون بون سيزون هذا دا كلاسي دوزيام لا جياسكا بو رامبورتي لو تيتر بو رامبورتي لو دونك لو تيتر alors que tous les ans les supporters de la جياسكا كان يشدوا كريشون دونك لا سيزون اي ريوسي avec une équipe de jeunes avec avec un entraîneur aussi qui a suggéré le groupe avec une bonne phase aller un retour un peu moins bon mais c'est clair parce que les matchs retour sont toujours plus difficiles des mawarin les matchs retour mais ils ont su relever la tête à chaque fois qu'il y a eu un faux pas mais c'était attendu d'une équipe jeune qui manque d'expérience. الخبرة التي يتحدث عنها الفرقاني ابن الحميسي هي التي جعلت فريق شبيبة القبائل ولكن ضيع اللقب في منعرجة كانت لها يعني فرصة لها.
والله نسأل كالاج يلعب فرقاني في جياسكا باه لعب 17 سنة 18 لونسيان جينيراسيون 17 سنة كان يلعب سينيور نقولوا عنده تجربة. أنا نظن لاعبين الآن مش بروبليم تاع التجربة, هي كان بروبليم دو جو كوليكتيف. مع دركا كان فريق كانت عندهم الفرق في جياسكا انهم ما كانش عندهم منظومة واضحة اصطاب خاصة من ناحية المحيط. دوك المحيط راهو تنقى الحمد لله, كان فريق كان رئاسة كان إدارة واقفة ولي جون اللي عطاو لهم فرصة وجابوا لهم مدرب يأمن بالتكوين يأمن بالشباب. لهذا نظن ربما شبيبة القبائل الآن كانت تحوس على طريقة لعب وضعتها لاعبين بعض المناصب. حتى الان انا نتكلموا نسمع الانتدابات ما حش تجاوز الى 3 ولا 4 لاعبين, حفاظ على التشكيله وتدعيمها بالاربع لاعبين عناصر اللي تقدر تعطي لهم تعطي لهم الاضافه. هذا هو الشيء الممتاز. لكن باش نتكلموا ما داوش التيتر على جال التجربه, ما نظنش هي بروبليم تاع التجربه, لان المستوى تاع كره القدم الجزائريه معناتها لوبوزيسيون ما طلبلكش لاعبين دي زانتر دوليين, لاعبين محليين تقدر تريفاليزي. ونظن جياسكا دارت ان باركور دو شامبيون, ونشكر الحاجه اللي نشكرها هو الجمهور شباب القابل لهذا الموسم ما دارش لي ويكلو كثير بارابور لاني باسي. هذا العام كان نظن مع الفريق وقف مع الفريق. نقطه يعني سلبيه يعني بعضت مع نونترينور الشيخ محمد ماضي ديالنا اللي نحييه ويقول لك جاسكا جو بونس كل مباراه تاعها وين كانت خساره ما قدرتش ريمونتي لو سكور. المباراه وين فاز فيهم كانت منذ البدايه كانت رابحه, سي نونديكاب بور جاسكا يعني اون فوا تونكيسي ما قدرتش تولي في سكور هذا العام. شوف هي جاسكا انا قابلتهم, جاسكا عندهم طريقه لعب يحوسوا يستحوذوا على الكره. هذا الموسم هذه هي طريقه اللعب تاع ديوما. الحاجه الثانيه لاعبين تاع هذا ايزيتي انستابل, ان ماتش يدير لك ان بيغ ماتش مردود ممتاز وبعد المباراه يجوزوا اكوتي بعد اللاعبين. وهذا ماشي يعود للتجربه, يعود لانهم العام الماضي كان بعض اللاعبين لهم الشبان ما كانش عندهم طون دو جو كبير. اذا هذا العام خلاص يسو سو ادابتي. انا نقول جياسكا لاني بروجي يفون فير مال. فضيله تشوف فريق شبيبه القبائل يعاود دوك يولي الساحه الافريقيه اللي يعود عليها الجمهور الجزائري ويعاود يرجع لمكانته الطبيعيه. ولا بود يعني شبيبه القبائل يعني فريق كبير باين باللي يعني جوز سنوات تاع فراغ. هذا مي فريق بلي عاودي ولي المكانه ديالو والجمهور اللي عنده يعني لي ديريجون اللي عنده راهم واقفين معاه. سياسه تاع ملا اللي راهو بها في جياسكا تساعد الفريق يعني تبقى تساعده هكذا. والله سياسه تاع ملا انا ما نعرفهاش على كل حال كيف ما هو واش راهو يبين هكذا النتائج واش كاين النتائج يعني تكون سيرمون راهي يعني وحصل على ستابيليتي بجوج دوك الداخليين ما على بالناش كيفاش دوك يعني الوقت هو اللي قلنا دوك يعني السياسه تاع ملا الاولى مليحه ولا ماشي مليحه. دوك ولا كانت ستابيليتي وقعد يعني 3 سنين 4 سنين 5 سنين يعني في هذا الملوال هذا وراه يدير في النتائج ولا باينه باللي يعني السياسه راهي مليحه. نتبره نروحوا للفاصل الاشهاري برك بالك يعاقب لنا على البيانات اللي ترشقوا بها يعني اداره فريق شبيبه القبائل واداره فريق اتحاد العاصمه فضيل اللي انت لعبت في هذا الفريقان يعني في يعني والله غير انا في وقتكم ما كانتش واني متاسف بزاف يعني كيكونوا هاد وكل شيء يجي يكون شوف كيكونوا لي بريزيدون متقادرين بيناتهم يعني الشعب يكون يعني لي سيبورتور يكون كيما كانت يعني في الزمن القديم. مع عمرك ما تسمع يعني بريزيدون يشتم فريق واحد اخر ولا يشتم بريزيدون ديجا ما تعرفوش كاع بريزيدون ما تشوفوش البريزيدون راه ولاتي راح يجيب اموال ولا راح يجيب ولاتي وهذا يعني اللفظ هذا تاع ما كانش يعني انا متاسف انا يعني التراشق هذا يزيد من حده التوتر والعنف يزيد يعني اون بليس يعني لوسما وجياسكا يعني متعرفين باللي الفارغ الاداري سوا بيناتهم. نعم الفارغ الاداري اللي راهو فريق اتحاد العاصمه المدير الرياضي سرار ما كانش يعني في هذه الفتره اللي راهو مريض فيها غياب الرئيس المالك حداد في هذه الفتره هو اللي بالك خلى هذه الشحنه تزيد شويه. لا ما شكيتش هذه لا اسمو الشحنه هذه يعني كانت يعني مام في وقت حناشي وقت علق كانت خصوم كبير بيناتهم واللي كانوا يعني مش عارف حضرت انا واحد العام وين اتحاد العاصمه مع ماشي بالقبائل لعبوا يعني في ملعب 5 جويليا وين فلاميطون
لي دو غاليري يعني لي دو غاليري تبادلوا اماكن تبادلوا الاماكن وتلاقاو يعني في الفلامبول خينا رايحين منا وخينا رايحين منا وتلاقاو وتبدلوا الاماكن بكل هو صراع الزعامه بين النوادي هذه هي تاع الزعامه اللي كتبوا بنعلقوا حنا شي كان صراع الزعامه شكون يكون مير في الشامبيون اللي داك شكون يصدم المصالح والناس تولي تخمم انه كاين لي كوبا انا تربحني خارج ارضيه الميدان هنا تبدا الصراعات نفس الشيء راهو يصرى من يوم على جاسكا ليسما من اللي اتهم سرار انه متواطئ مع رئيس الرابطات بور ديكالا ما باش يفافوريزي هذا صراع الزعامه اللي فيه شكوك انه هناك نيه مبيته باش تربح تحت بالضرب تحت الحزام هو اللي يولد ويغذي هذا الصراع. نعم رفيق وحيد فاصل اشهاري ونعود لمواصله النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذا النقل المباشر لحصة استوديو الخضر. توقفنا عن صراع اللقب الآن نتطرق إلى صراع البقاء وأيضا قضية شبيبة بجاية أحد منشطي نهائي كأس الجمهورية في هذه الطبعة الحالية المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها هذا الفريق في الأونة الأخيرة من استقالة للرئيس ودخول الأموال وعدم صرفها للاعبين بسبب النادي الهاوي وأيضا الإضرابات كما قلنا المتواصلة للاعبين دون تحديد تاريخ النهائي. نبدأ في انتظار الاتصال مع مناجير فريق شبيبة بجاية حكيم أمعوش نتحدث عن صراع البقاء نتابع إياكم هذا التقرير. مثلما لم تتضح بعد هوية المتوج لم تتضح هوية الفرق التي ستغادر الرابطة المحترفة الأولى فالغموض يزداد قبل جولتين على النهاية والجولة 28 قلبت بعض الموازين ورفعت من عدد المهددين إلى 9 بعدما كانوا 8 فرق في الجولة الماضية كما أن الفارق بين صاحب المرتبة 9 نصر حسين داي وصاحبي المرتبة الأخيرة دفاع تجنانت ومولودية بجاية هو 6 نقاط ما يبقي التكهن سيد الموقف خاصة وأن المواجهات المباشرة بين الفرق المهددة من شأنها أن ترجح كفة أندية على حساب أخرى فشباب بلوز داد ب 35 نقطة يتنقل إلى مولودية بجاية الأخيرة ب 30 نقطة أما اتحاد بالعباس دفاع تجنان جمعية عين المليلة فيملكون أفضلية استقبال فرق وسط الترتيب وهو ما من شأنها أن يرجح كفتهم فيما قد تحدد هذه الجولة مصير أولمبي المدية الذي يتواجد في المركز ما قبل الأخير وفي حال هزيمته في البرج سيودع بنسبة كبيرة حضيرة الكبار وإذا صراع مرتقب الأجدر من سيضمن بقاءه ولمن البقاء في حضيرة الكبار في ظل الصراع الكبير لهذه الأندية عبد النور حميسي حسابات كثيرة تتوقف في النقطة 36 أم النقطة 35 بالضبط احنا شوف نبداو اولمبي المديه 31 نقطة يستقبل يروح للبرج يروح للبرج نعم. نظن انا شوف انا لو كنت تكهناتي بالنسبة للجولة نقول الفرق اللي تستقدم كلها راح تفوز نعم. نروحوا حسابين تبقى لي نقطة استفهام على مباراة نصر حسين داي شبيبة القبائل كيفاش انا في استفهام عبد الله بعدها رفيقي فهمك في هذه اذا نظن بلي كل الفرق اللي راح تستقبل راح تفوز نعم. لو نشوفوا برهان المباريات قيمة لا لوجيك المنطق هذه حاجة الأولى إذا نقولوا بلي الصراع راح يكون ما بين اتحاد بالعباس أولمبي المدية دفاع تجنات مولودية بجاية حتى الجولة الأخيرة نعم. نظن ربما الجولة الأخيرة هي اللي راح تفصل ما بين ربع النوادي هذه ودرجة أقل مولودية وهران لأنها ربما كذاك تدخل معهم في الحسابات تدخل معهم نزيدوا اتحاد بلا اولمبي المدية دفاع تاج مولودية بجاية ومولودية وهران في الجولة الأخيرة نظن ربما جمعية عين المليلة راح ربما تكون عندها تكفي أربع نقاط جمعية تكفي بالضبط لهذا آل البرج فوزوا غدا تكفي ثلاث نقاط يضمن له الباقة نعم. لهذا نظن راح الحسم يكون في الجولة 30 الجولة 30 بالنسبة لعبد النور حميسي فضيلة تشوف لي الجولة هذه 29 تكون فيها المفاجأة وفرق تسلك روحها يعني شوف كرة القدم كانت كل يوم مفاجآت نعم. حتى يعني في عندنا ما في
سيرتو على الباقه على الباقه يعني فرق تكون مجروحه تروح تلعب في الخارج تاع الملعب ديالها دونك كاين هذيك الحماس ولا يقدروا يعني يجيبوا نقاط تكون فيها تعادل وبالك يكون فيها فوز تاع فرق يعني نصر حسين ديتك فيه نقطه واحده يعني هو تقريبا 99% اضمن البقاء يستقبل شبيبة القبائل فضيل مقابله صعبه يعني هل يلعب على نقطه التعادل ام انه فيها اشياء اخرى هو ب 36 نقطه يعني مازال ما سلكش نهائيا خاطر يقدر يسلك ب 36 نقطه بصح فيها حسابات نعم دوك يعني يخرجوا بزاف 36 نقطه يولي بالك يولي في مشكل كبير شباب الوزداد 35 نقطه تكفيه نقطتين فضيل ويتنقل الى الموب تكفيه 6 نقاط اللي يبحث عن 6 نقاط يعني الشباب شباب شباب الوزداد يعني كما نقولوا يعني الديسان تاعو ثاني كاو بين يديه حتى ولا يروح 30 كما 30 يروح 30 حتى ويستقبل الاتحاد بالعباس الاتحاد بالعباس هذه هي رفيق واحد اولمبي البديه ب 31 نقطه تكفيه 6 نقاط لضمان البقاء يحتاج يعني يتنقل الى البرج ويستقبل شبيبة الثورة اللي تلعب على البوديوم شوف او في يعني الرزنامه تاع اليوم لا جورني اولمبي البديه اول انديه المهدده بالسقوط لانه راه يلعب مع يعني منافس مباشر على السقوط اللي هو شباب اهل البرج التعادل لا يخدم اولمبي البديه اذا يعني قلنا ما يخدمش البرج رفيق التعادل ولكن بدرجه اقل يعني باسكو البرج سيفري ما يخدمهمش ولكن نقول لك 35 بوين 34 بلس 1 بوين 30 رفيق نعاودوا له اليوم معنا حكيمه معوش على المباشر حكيم مساء الخير وصحه فطورك صحه فطوركم خويا نعم حكيم كيف هي الاجواء داخل فريق شبيبه بجايه خاصه في ظل استقالة الرئيس من في الساعات الأخيرة وأيضا إضراب اللاعبين شوف هي الأجواء على كل حال وأنتم مقبلون على النهائي إيه دونك الأجواء ما رايش مليحة باسكو اللاعبين يطلبوا من مستحقاتهم وحنا المستحقات بون لي سيبونسيون تاع اللي من عندنا تاع الولاية والبلدية راهم طولوا باش يدخلوا يقولوا كراني نستناهم في يامات هذا ان شاء الله باش نموال نخلص واحد الجوار باش يكونوا بسيكولوجيكمون يكونوا ملاح يكونوا واجدين ان شاء الله للنهائي نعم وجهه واحد اخرى ثاني النهائي ما على بالناش وقتاش نلعبوه اسكو لو 8 ولا ان دات الكارير ما على بالناش لحد الان نعم بون الاجواء ما راهيش مليحه جيسباك من على 3 ايام ولا 4 ايام تولي الامور مليحه ان شاء الله حكيم حديث عن دخول الأموال لكن يعني توقفت عند نادي الهوي بطريقة الرئيس بوعلم طياب تقدر توضح لنا الصورة حتى يعرفها الجمهور البجوي أكثر؟ دروك هي دروك لا سوسيتي تاعنا هي موقفة بيسك لي زاكسيونير واحد ما بان فيهم ولا سوسيتي راهي بور لانستون لي بلوكي لي زاكسيونير ما بان حتى واحد والفريق هذا العام اللي فات كما اليوم صافي عندها عام وين كان الرئيس حواسي هو الوحيد يعني اللي عنده الكوراج حكم الفريق هذا في وضعيه يعني صعيبه جدا ما نساوش العام اللي فات فقدنا الصعود في اخر جوله والكوميتي اللي كان العام اللي فات الى ديميزيوني وخلى موراه فريق مشتت فريق فيه ديون بزاف وجاء هذا الراجل يعني اليوم يعني يشكروه على الكوراج تاعه اللي حكم فريق رجعوا على السكة لكن حكيم اسمح لي الكوراج وحده ما يكفيش لازم درهم ثاني يكونوا معاه باش تكون نتائج ويوقف الفريق هذا مروك سيفريك الكوراج وحده ما يكفيش ولكن هذا الرئيس يلا دوني سابوش مع اصحابه وين مشاو واحد المرحله وين يعني والعام اللي فات حنا البيت تاعنا هو البقاء ضمننا البقاء في اقرب وقت واليوم رانا في النهائي هذا اللي حيرنا حنا كمسيرين فريق راس النهائي يعني وراهم اصحاب الاموال هذه اللي يقولوا نحبوا جي اس ام بي عندهم الاموال وتشوفوا يعني اليوم حنا ما عندناش بزاف لي سبونسور بار ثلاثه ولي سبونسور هذه يعني ماشي ما مدوناش حاجه كبيره
ولكن انا اليوم جاتي شابو لي ديريجون هادو سي دي جون ونوقفوا مع الفريق حتى هذه اللحظه. واليوم رانا في النهائي نورمالمون الفريق هذا اليوم ما وي ريبريزونتي رانا ريبريزونتي توت اون ريجون لا كابيلي نورمالمون يوقفوا معنا يوقفوا مع الفريق هذا يسندوه يساعدوه باش نبا بريباري ان شاء الله النهائي في احسن الظروف. حكيم اسمح لي، هل من معقول يعني الفريق ينشط النهائي نهاية يعني البطولة منذ أسبوع تقريبا وأيضا اللاعبين في إضراب؟ هل نقول مبروك لشباب بلوزداد مسبقا في حال يعني هذه الوضعية من ناحية التحضيرات لنهائي كأس الجزائر؟ لا سي فري حنا وني بيتوبي بار لا بريباراسيون حنا صافي دروك قريب حنا لو كان نلعبوا لو 8 جوان اكزومبل لا فينال صافي دير كاين الفريق تاعنا ما لعبش بوندون 40 جور ما لعبش كومبيتيشن ما لعبش مقابلة واليوم باش نديروا المقابلات الوديه ما كانش كاع الفرق خرجوا يعني داو الروبو تاعهم. ما نقولش يعني مبروك مسبقا للفريق بالوجدان ولكن سي فري اون بيرتوربي ولكن النهائي تلعب 50-50 لان النهائي انا نقولها ونعاودها ماشي كل عام اللاعب يلعب النهائي. جو كرو كاين فيه تما هذاك النهار يكون يعني عندنا فريق يقدر يقوم اي فريق في البطوله الوطنيه سواء في القسم الاول او في القسم الثاني. و بار اكزومبل ما في دي من عين مليله بارادو لي روتور سيفونا لي روتور مالغري هذيك تخص شويه المنافسه ولكن اللاعبين تاعنا يقدروا يعوضوا هذا الشيء بالحراره وبلا فولونتي بوكو بلوس ان شاء الله. وانا ان شاء الله نتمنى ونوافق ان شاء الله لي جور جي ان شاء الله نكونوا اون فورم ان شاء الله حكيم ونجيبوا هذا الكاس ان شاء الله نفرحوا كاع المنطقه تاعنا ان شاء الله. حكيم ان شاء الله نشوفك تكون معنا ولما لا في الاستوديو قبل النهائي في الحصص تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حكيم يعطيك الصحة أخويا وصحة سحورك تحية لك ولكل أنصار فريق شبيبة بجاي. هذه هي مشاكل رفيق وحيد باختصار لفريق ينشط نهائي كأس الجزائر. حتى نعود الموضوع تاعنا نشوف شوف حنا في الاحتراف باختصار فريق ما سمع أنا نجري برا لا لا نهضروا على الأس بي المفروض واش قال لي زاكسيونير راحوا إذا كنا أس بي إم 2010 يعني الناس اللي جاو يمدوا أموال اوكي لي زاكسيونير ما كاش كوم سي مازالنا انديه هاويه ونسنا البيدجي تاع ليطا اور كو المرسوم التنفيذي 1574 في الماده 6 واش يقول الاعانه تاع الدوله ما تروحش كدي سالار للرياضيين تم تطبيقها على كل الرياضات الا كره القدم هذا غير طبيعي. لكن من ناحيه اخرى اي كومباريزون سي دو سي ار بي اللي يكون ادفيرس تاع لا جي سي بي في النهائي كان يعيش نفس الوضعيه على غير كل النوادي انه ما كاش بوحه بصراحه والامور ما كاش هي شركه وبصح ما عندهاش اموال ولكن جابوا لهم شركه مدار جابوا لهم شركات تسمى كاين دو بوي دو مزيور كاين نوادي ما عندناش اون لين دو كوندويت باينه قال خيرنا نوادي هما لوكوموتيف باش يعطونا الدفع لكره القدم الجزائريه وكان معايا علاش خيرنا كاين سيار بعدهم مدار مولودية تاع سوناط راك الثوره عندهم ودوطر كلوب ما عندهم والو نوصل من ناحيه كاين فافوريتيز بارابور لي سي ار بي شو دي دو فيناليست لا جي اس ام بي اي سي لو بلون سبورتيف جاسكا بلوتو لو سي ار بي يكمل لو 26 مي شامبيون يكون في المنافسه اور كو لا جي اس ام بي ما نقدروش نتكلموا على احتراف وانت تعيش باعانات الدوله. لهذا ما تكونش عندنا رابطه محترفه تسير نوادي هاويه ما تقدرش لازم نقول نسموا الاسماء بمسميات ما نقدروش الاتحاديه بلاسيير التحت تكزيجي على دي كلوب بروفيسيونيل وهما كاع ديفيسيتير باش يخلصوا ديون. لا لا يخلصوا ديون فهمك يخلصوا ديون سمح لي فهمك نفهمك واحد الشيء. لا لا خليني نقول حنا لو مود هذا دو بروفيسيوناليزم او بين بلي لي شاك ديالو والنوادي كلها متخبط يا خويا نولي الاماتوريزم ما توليش الاماتوريزم انا ما نوليش الاماتوريزم انا ما نوليش سمح لي اش نقول لك نطبق القانون يروحوا كاع ديفيسيتير بعد سو فوتبول معليش انا معاك نولي الاماتوريزم ما نوليش الاماتوريزم نو نو هذا علاش ما لا تمد من شركات النوادي قلت كاين فافوريتيز علاش انايا ما تعطيني الشركه وما تطبق عليها القانون وهذاك عنده شركه يدير 70 مليار بيجي تاع عام وما يدي حتى تيتر هذا هو المشكل. جو با كاين فافوريتيزم شيخ ما نوليش احنا افونسينا ما نولوش للهواة لماذا الهوية لماذا؟ لانه تولي ماشاريير احنا تتقدم في الاحتراف ولا فيفا تقول لك لازم تكون عندك نوادي محترفة باش تلعب لا تشامبيونز ليغ وتلعب لا كوب دي موند. خليني نكمل وحيد ما عندناش نكمل ما عندناش ممولين خليني نكمل لك خليني الحلول نعطيك الحل. اول شيء تمشي بالامكانيات تاعك لانه النوادي في النهاية يصرفوا 20 مليار يصرفوا 30 مليار
دير لا دي ان سي جي. المشكل تاع النوادي الجزائريه الاحتراف اللي فوق الدوله دير فافوريتيز، الاليات الاحتراف ما كاش، لي دروا تي في ماهيش طبيعيه، عطاوه المؤسسه يعني التلفزيون بلا ما يفتحوا لابيل دوفر، الدخول للستاد ولا مجاني اورف كي كلوب. صح، ما تقدرش تعدل. خلينا نقول ما تقدرش تعدل. خلينا نقول لك حاجه، خلينا نقول لك حاجه قبل ما تدير الشركات، نهضر لك على لا فيديراسيون. تقدر انت باش بور ايفيتي عندك هيئه اسمها لا دي ان سي جي. كي دير لا دي ان سي جي تو فا اوبليجي لي كلوب هادو اللي كان يمد ان سالير تاع 150 مليون بار مال جور، هو ما يقدرش يمد بالك 30 مليون. كي دير لا دي ان سي جي ما نلحقوش هاد لو كات فيغور. يعني النوادي واش قال لي ديزاكسيونير راحوا، انت شتي ديزاكسيونير تاع شركه تاع بناء ولا تاع يخدموا شركه تاعهم يروحوا، باسكو سي سوسيتي تاع فوتبول يديروا اس بي ا، يستناو لي سبونسور، جاو لي سبونسور اللهم بارك، ما جاوش تشكي يعطي لي الدوله راهم يديروا لا دي ان سي جي. لان لاكسيون ديالو من غير المعقول خليك لك من غير المعقول نمشوا بشغل بالسوسياليز، كلنا نلعبوا التيتر وكلنا ما نحبطوش، سي با نورمال. لوجيكمون كل واحد يمشي على الامكانيات تاعو، اللي يقدر يدير فورماسيون يدير فورماسيون، اللي يلعب التيتر يلعب التيتر. دير لا دي ان سي جي، ديروا لا دي ان سي جي. لا فيديراسيون ما حبهاش دير لا دي ان سي جي، كاين ابوار يا مونجي. سي با نورمال ديجا دي ان سي جي. نعم رفيق، نعطيو الكلمه للفضيل برك باش تحدثنا على التحضيرات تاع فريق لنهائي، يعني البطوله حبست وفريق واللاعبين في اضراب. يعني ماشي سي با نورمال، يعني فريق اللي راح يلعب يعني نهائي دون تحديد تاريخ النهائيه. ايه يعني ما كانش ماشي محدد تاريخ النهائي، وعنده شحال من يحبس المنافسه. لا ليغ دو عندها بزاف من حبسات. ايه لا ليغ دو عندها بزاف من حبسات. عندهم 40 جور 40 يوم فهمت، وعندهم مشاكل باش يدير مقابلات يعني وديه. يعني واش ننصح ثاني كان اللاعبين تاع شبيب بجايه، يعني ما الله دي غراف ديجا يخموا على روحتهم قبل دخول التاريخ. يعني غدوه يدخل خاطر جبون على احتراماتي للاما، وش كي قال لك يعني نعاود نعاودوها يعني بلا فولونتي وشجاعه. ما كي تكون عندك يعني في اللياقه البدنيه راك في الصفر، ما كحتى ما كحتى شجاعه. كيف راك تقدر تجري عندهم 3 مليار يعني جو بونس يقدروا يخلصوا لي جوار تاعهم من بعد. يعني جو سي با يقدر يتفهم لي جوار، ولكن لي جوار يديروا ضغط يدوا دراهم دوكا باسكو كاينين في طالب كوب دالجيري. نعاودوا نوليو برك لحسابات البقاء. رفيق وحيد، في حال تساوي النقاط بين الفرق يتم الاعتماد على ملاحظات كثيره، ايضا اكبر عدد من النقاط في المواجهات بين الماده 80 من ريغلومون دي شامبيون بروفيسيونيل. يعني برك الياس يعطينا الجدول الخاص في هذه الحسابات. ايضا احسن فريق اهداف في المواجهات بين الفريقين المتساويين، ماشي غير فريقين، فرق دو زيكيب او بلوس. نعم والله، يعني لو كان نكونوا اونتر دو زيكيب قال جو سي با مو بوتاج. شوف لا لي روتو اذا كانوا ثلاثه يشوفوا ميني شامبيون بيناتهم، اربعه ميني شامبيون بيناتهم، ولكن المعيار الاول هو عدد النقاط. كما صار في لوكا تاع احسن فريق اهداف ايضا لمباراه الذهاب، النقاط بعد فارق الاهداف. نعم كاين كلاسمون تاع لا لي، ما كانش بيطال اكسيريور. احسن هجوم لمباراه الذهاب ايضا رفيق وحيد، سي المعيار الرابع هذا. نعم المعيار الرابع. المعيار الخامس احسن هجوم لمباراه الذهاب خارج القواعد، خارج القواعد. والمعيار السادس في حال التساوي يتم برمجه مباراه فاصله في ملعب محايد. لانه كي تبدا تدير هذا لي كريتير يبداو يتصفوا لي كلوب. يعني هذا احسن احسن يقعدوا بالك زوج في النهايه يديروا ماتش دابي ما نلحقوش هذا لو كات فيغور، لانه التروازيام كريتير تاع لالي هو يفصل بين عده انديه. صافي دوك يبدا الكريتير اللي جاب لي ربي زعما يتبدل دوك، هذا خلاص عينا منه تاع لالي، هذا اسم الروتر تمحاه. هو 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 شو نقول لك علاش؟ يعني الطرح القانوني علاش؟ الطرح تاعهم علاش؟ راهم هما يعني في الديراسيون راهم يعني راهو يقول لك باللي في الروتور كاين يوم بيع وشراء، بيع وشراء تاع المقابلات هذه ما كانش سي كراف ضمنيا انك تعرف كيف بيع وشراء ضمنيا تعرف. يعني هذا قديم، هذا القانون قديم القانون، يعني مازال ما نحيناش. فضل هنا يفتحوا صراعات البيع وشراء. هما راهم مستعرفين باللي في الروتور كان بيع وشراء. تقول لي نروح نقول فيرا جينيرال دو لالي. لالي لانه لالي الناس زعما يتلعبوا بنزاع ما كاينش. بنزاع ما تبانش طيحه في وقت انه حدوا. دوك يفيقوا لهم دوك يعودوا يدرحوا لي ماتش لالي. في وقت حدوا مباريات يعني الخمسه الاخيره تلعب في وقت واحد، لكن ذلك ما شفناش طبق في مباريات البطوله الوطنيه. مباريات تلعب على 4 تاع العشية ومباريات على 12 تاع الليل. مباريات ما عندوش الضوء ما عندوش نولوا الاحتراف. لكن كيشارج ماشي القوانين يعني فضيل. القوانين القانون واش يقول؟
لارتيكل 57 لارتيكل 57 هما دايرين قوانين هما دايرين بصح يابليكي واش حب هو وعلم الحب هو وقت ما حب هو ماهوش طبيعي قادرين يلعبوا في ملعب واحد اخر بيان سور يلعبوا في ملعب واحد اخر في ولايه واحد اخرى نفس الولايه حتى الناس يقولوا نفس الولايه الماده 57 البند الثاني يقول لك انديه الرابطه المحترفه الاولى من يعني الكريتير باش يكون عندك ملعب فيه الاناره ولا ما عندك ولا كان مشكل عندك جروب الكتروجات ولازم يكون عندك نهار اللي نحب البروغرامي في الليل تلعبوا كلكم في الليل اللي ما عندوش ستاد بهذه الكريتير تاع الاناره يلعب في ملعب اخر عنده الاناره في الولايه تاعو هذا هو الشرط باش الانتيغريتي تاع الشامبيون دي دي سان دي جورني لي فيهم الهبطه سا كونسان لا في كيب لا في كيب تلعب لي دو ماتش على الاربعه ودي ماتش على التسعه على يفوت او جاي حركه يكون العدل العدل ما بين النوادي لازم حركه رياضيه لازم يكون عدل عدل ما بين النوادي طبق قوانين على النوادي وكل كل ولما تقدرش تطبق معناتها حتى انت التسيير تاعك ماهوش احترافي لهذا نقولوا الناس قاع كومبليس حتى النوادي كومبليس رؤساء لان كي يكون عندك ان اسباس فضاء وين لازم تتكلم على امور كي مثل هذا نقاش وتتكلم على امور مثل هذه قاع يرفدوا يديهم وقابلين وراضيين لهذا نظن يستاهلوا واحد ما يشكي دوكا شوف انا نقول لك يستاهلوا واحد ما يشكي الان لو واحد فيهم يبدا يقول لك مضايقات والتحكيم والامن والدنيا انت اللي صادقت وبررت كل ما راه يصب في تطوير كرة القدم الجزائرية بين قوسين لهذا نقول باللي رؤساء النوادي في المباريات الأخيرة نتمنى يكون عندهم المسؤولية مسؤولية حاجة الأولى ينظموا الجماهير تاعهم باش ما تكونش تجاوزات رانا في شهر مبارك شهر رمضان راه عيد الفطر ما ننساوش تاني الجزائر تعيش في حراك شعبي كبير لازم هنا يكون عندهم حس المسؤوليه ما لازمش يتلعبوا بمشاعر اسمح لي خليني نبلغ نقول هذا يتلعبوا مشاعر لي جان تاعنا لان درك هذا الجان يجي من وهران حتى ويشوف حاكم وما يصفرلوش ضربه جزاء ولا يخرج له لاعب بطاقه حمراء ولا تشوف شجان مصوص طاره يروح يشوف اتحاد العاصمه يشوف مستوى تاع اللاعب ماشي مستوى ولا يشوف واحد تاع نص لهذا نقول باللي اللي راهم في المسؤوليه لازم يتحملوا المسؤوليه تاعهم كما كاين حراك شعبي رانا نادوا فيه في التغيير لازمنا حراك في الرياضه لانه الان رفيق انا عندي قناعه تامه راني نتابع راني نقول باللي الحراك الرياضي لازم يسبق حتمي ولازم يكون في الايام القليله المقبله لانه لو نواصلوا بهذه الطريقه والله العظيم ما راح تقلع البطوله العام المقبل انا شراكو دي سونتريدور وعلى بالكم واش صح حنا نسالوا فيها لا بريس لي جوري يسالوا فيها لي سونتريدور يسالوا فيها لي بريس يسالوا فيها الجماهير يسالوا فيها نروحوا كاع رفيق باش نروحوا كامل نو حتى الا ما كاش حتى الا ما كاش حراك لازم يعني قرار سياسي لازم ديسيجن بوليتيك pour le sport en général وخاصة كرة القدم et le football en particulier لازم قرار سياسي قرار كيما تاع 77 اللي كان فيه ديكو دي كان كلش بون ماشي كيما ولكن على حسب يكون مخرج كرة يكون مخرج يعني بالفعل يكون مخرج نعم شوف غير الدنيا جورني فيها العنف داخل وخارج الملعب اول كي قالك على الامن قبيله فيها البيع وشراء نعم فيها البيع وشراء فيها الشتم فيها يعني تحريض على العنف بالضبط. فيها كل المساوئ علنا يا اخي شفنا واحد جا قال لك شريت طلعه ب 7 ملايير والناس اليوم يتشكي عم ضربونا عم دارونا لي زاربيت يفوسيو في دو ماتش لي ماتش ما يخلصوش يقولوا خلاصوا سي تو ماسكارادا نعيشوها وعلى بالنا نبيعوا ونشريو كامل الناس كاع راهي كومبليس يا بوكو دارجون كي سيركول راهم كومبليس كي لي جوار كي لا بريس كي لي زونترينور الناس عم يجيبوا دي زونترينور اسمح لي امنيه في هذه المباريات انا شخص كمتابع كره قدم والله العظيم لانه راني متخوف كثير نظن باللي لازم اجتماعات امنيه قبل كل مباراه هل بد نظن لازم اجتماعات امنيه لان مباراه تجرى ليلا وتامين مباراه ليلا ماهوش بالشيء السهل هذا راح نساله يعني هذا تاع تعزيزات امنيه في مباريات اللي راح تكون مصيريه بالنسبه للفرق تاعها لانه التهديدات راح تكون اسمح لي ولا غير اسمح لي وعلاش مصيريه يعني للبقاء ما علاش دوك لحبط ورا البروبليم احنا تحبط تطلع خاطر دونك فهمك شوف احنا دخلنا في كما قال لك رفيق قبل كاع نديو تيتا وكاع نسير قبلها انت اونسيان جوات قبلها تطلع تهبط عم جا
يسمح يخدم. تعرفوا علاش؟ لكن لو جون هذاك سي بورتور سي بورتور بصح انا اللي نولفو لازم يتقبل هذاك. ها هو المشكل. هل عندنا نقول كلمه راح نقول المسيرين لازم المسير هذا النوع من المسير تاع زمان تاع زمان. انت عملت مع مسيرين عملت كي تحضر جوز قدامه وتحشم تهبط راسك. راح نقول كلمه راح نقول كلمه واحده راح نقول اسمه الذهنيات المحترفه اللي ما كاش سي ليطا ديسبري بروفيسيونيل كي نيكزيست با ان الجيري. هذا هو المشكل الكبير. يعني يعني اون فوا اسمح لي هل هنا فوضي كره قدم ماهيش لماليها؟ اكيد ماهيش لماليها. لماليها ماشي نقول لك يعني خاطر ما حتى لاعبين كره القدم مستوى اللي بالك اللي كاين منهم اللي ماشي في المستوى. انا نقول لك لازم يكون الدهن هو المحترف هو الاحترافي كي يقول ليطا ديسبري بروفيسيونيل. يعني في يعني في كل يعني في كل ميتين انت في الميتين كي تكون محترف كي تكون تقدر المهنه ديالك وتقدر في كره القدم كيف كيف لازم الفوق اللي يجو كاين يجو سي دي بروفيسيونيل تواطا من لا كي حنا لا بريس اللي يكتب يكتب سيبورتور. ايوه يكتب سيبورتور انت تفتح افتح الجرائد نقول لك يصراني في الضم نقول لك هذا يكتب الماتش شغل حنايا شغل يتبنى ليكيب هذه تجي السلطات الامنيه ما ديرليش مشاكل في لافيل لازم ليكيب تاعك تربح لونترينور كيف لازم انا جيبوا لي الماتش دبروا راسكم باش هكذا راهي تمشي والدولة على بالها وحنا على بالنا وتمشي هكذا باش غادي تعزيز الامنيه. واش عندهم تعزيز الامنيه؟ واش حدك تعزيز الامنيه؟ عبد النور باش نديتيو عندهم ديماش حبسوا ديماش حبسوا كاين ماتش نعطيك تاع شلف تلمسان جو بونس الفيرديكت ما خرجش يكون يدير ماتش روجي ويطيح القيامه راهو خرج له الفيرديكت تاع عين الدفلا بومدفع في الانترديك ماتش روجوي تلمسان رفيق كيجبت الرئيس تاعهم راهو استقال يعني بعد الجمعيه العامه اللي دارها البارح وايضا رفعوا الطعن تاعهم للمحكمه الرياضيه بعد ان يعني لجنه الطعون قررت ترسيم صعود فريق جمعيه شلف الى تاع لا ليغ لجنه الاستئناف لجنه الطعون تاع الفاف تاع الفاف يروحوا للطاس رسمه موسيفو اعتمدوا على وسمو الله في دوماش تاع وسمو تاع عوينه يروحوا للطاس من المفروض سي دي زيماش على التلفزيون سي فري سو لو بلون في دوماش الكرونو سي لاربيت ولكن لي زيماج اللي كانوا يخدموا اون كونسيديراسيون توجور لا كوميسيون ديسيم ولا لا كوميسيون دو ريكور تاع لا فيديراسيون يقول لك كومبليمون دانفورماسيون يجيبوا لي زيماج دو لا تيليفيزيون. وعلاش هادي ما يجيبوش لي زيماج دو لا تيليفيزيون؟ لانه فلاغرون فضيحه يروحوا للطاس من المفروض يقدروا يدوا حقهم بصح يقدروا يدوا حقهم في كل الحالات. بور موا سي تان سكوندال وصرا سي تان سكوندال انه الكرونو يقول لك الكرونو يقول لك ابريل لا يقول لك كيلا ديزيلي لو سو كرونوميتر سي الاربيتر كان قاد الاربيتر حنا الماتش تيليفيزي كاين شحال مباراه ماشي تيليفيزي وقال لك الشيخ الماتش تاع باردو ماشي تيليفيزي لكن ديزيني 5 مينوت باغ اكزومبل ديزيني 5 مينوت طومور وي ما تصفرش 4 مينوت طومور بصح واش يقول لك خليني معاك في الطرح راني معاك شوف لا تيليفيزيون قول له 5 مينوت ابو مكتوب 94 يقول لك الاربيتر صفر 94 وصرات يقول لك لا تيليفيزيون مغلطين لو سول كرونوميتر سي الاربيت يقول لك هو عنده كانت 95 يغلبك في القانون عنده الحق ولكن ليماج تاع الخصوصيه تاع الشرف تاع عوينه كي صفر عم بالهم خلاص الماتش دخلوا او خرجهم ليماج خرجوا واش بعدا مازال ما خلاص الماتش ما عاودش صفر دو فوا قال بدا الماتش عاد صفر لافا كي دار صاب لونفايس مونتيرا صفر لافا خاب هذه الغلطه تاع عوينه كي تجي انت تشوف عينك تشوف عينك تشوف تسرق حق ناس انت عينك تشوف لانجستيس وحتى تابليكيها لي درع وكي نتكلم تقول لك تكسر في لافيديراسيون صح عينك تكسر في لافيديراسيون نجيب البوكلا نحبطها مي سي با بوسيبل لا لو سونتيمون دانجستيس انا نقول لك على كيما قال فوديل لازم تكون عندنا ثقافه تقبل تدي التيتر كيما تطيح كيما تلعب على الباقه لكن كي تكون لانجستيس انايا كرياضي عندي ثقافه عندنا مستوى ما كاش نتقبلوا امور لكن لازم نديروا دراسه سوسيولوجيه للجمهور والشعب الجزائري في التريبين. صح انا تابعت مباراه انا مباراه دخلت اتحاد مباراه شفت مولوديا مع ضد مولود بجايه الحقيقه ملي بدات المباراه تسمع الفاظ اتحاد الجزائر نفس الشيء ضد المديه هدف مقابل بعد ربع دقائق اتحاد الجزائر كانت عندي مده ما دخلتش شفت مباريات والله اصطحبت بابني وقلت والله غنروح الدين نشوفه شويه وخده عباك واش كان يقول لي وليدي يقول لي بابا واش هما يقولوا والله ما يغنوا شوف تالمو واتحاد الجزائر تسمع غير يقولوا لهم سامعيه مباراه هذه سمعت الامور وفي شهر رمضان وليلا نفسي بلي من المولوديه لهذا نظن
الجماهير لازم نديروا دراسه على نوعيه الشاب اللي راه دركا لو كان يشوف الفريق تاعو محقور هل ظن باللي راح يتقبل الانهزام بكل روح رياضي. لهذا المسيرين اللي كنا تكلموا عليهم سابقا ما همش موجودين حاليا لانهم كانوا مسيرين يسهروا مع لي جوار ينيغوسيو مع لي جوار يدوا مع لي جوار تحب هذا مع سيبورتور يقنعوا كاين مسير يخافوا من لي سيبورتور كاين مسير يسيرهم اللي جانا الانصار لهذا نوعيه المسير الموجود موش نفس النوعية المسيرين اللي كانوا في الزمان. نعم. فضيل حتى نختم فقط آخر كلمة بالك توجهها لتطوير كرة القدم الجزائرية وانت لاعب سابق. يعني التطوير يعني باش نطوروا نعاودوا نقولوا باش نهضروا تانيك على فورماسيون تانيك تاع الدراري. ويمكن نهضروا على فورماسيون ما نهضروش على يعني سو لو بلون تكنيك برك نهضروا كما كان يقول الحميدي نهضروا على الدهنيات يعني فيها يعني في يعني في يعني في اللاش تاعهم خاطر اللاعبين تاعنا هما يجروا مور لي زار بيوت يجروا يعني في اللاش تاع الدراري اللي تحت لو بروفيسيونيل وقتاش وين 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 كبروا الدراري وين وعيهم نوعيهم كيكون في المدرسه نعلموه يجيب الصاك تاعو نعلموه يدوج مور لونترينمون نعلموه ان شاء الله نعلموه يقول صباح الخير نعلموه يقول مساء الخير نعلموه يتقبل يكون احتياطي يتقبل الخساره ويتقبل الخساره ما يهضرش مع الحاكم وما تلعبش بالمعرفه للولي ان شاء الله وما يتكونفوكي ما يتكونفوكاش ما يزعفش حتى ولو عنده امكانيات تعلموا باللي القراءه تعلموا ولا ما تجيبش هذا هو كي نبداو كي نعلموا ولادنا هكذا والمدربين لازم كاين مدربين اللي يعلموهم هذاك الشيء المدربين متخصصين في التكوين ان شاء الله ماشي قال هذا اسمح لي اونسيان جوار مسكين كاسوسيان ديال لي جون جيب لي ميو زونطاي ديال لي جون راه ياخذوا ما كفناش الوقت باش نتحدثوا على المنتخب الوطني مازالت ان شاء الله الحصه المقبله ضربه في البالون مع ابو محمد ابو خميه شيخ عبد النور حميسي ان شاء الله نشوفوك في فرصه واحده اخرى ان شاء الله يعطيك الصحه وان شاء الله ان شاء الله استفدنا وافدنا تكملش الاربعه شيخ ولا الله الان انا في شهر رمضان هنا راحه ان شاء الله ان شاء الله يغلب رمضان لا ما يغلبنيش رمضان عنده احترافي يقول لك ماشي احترافي والله انت الفريق جست معه دي اوقات ممتازه نتمنى له التوفيق ان شاء الله بيا ولا بلا بيا تألق وتألق لأم الأربعاء إن شاء الله شكرا شيخ فضيل جبار الله إن شاء الله أنا نشكرك على الاستضافة دي عطيتنا فرصة باش نعطوا الرأي تاعنا على كل حال الجمهور تاعنا إن شاء الله برك نحيي ورضا ما تم لي كان يمكن أن يحضر معنا لكن الصور لأنه المرض هو اللي منعه يعني نتمنى له الشفاء هو جاء واعتذر ويعطي الصحة المريض ربي يشافيه إن شاء الله شكرا لكم مشاهدينا شكرا لكل الزملاء صحة صحركم والسلام عليكم